ايد وات؟ ايد يا حبيبي، ايد بس كويت. انا محمد مصطفى ستي ات هوم داد، قاعد في البيت يعني مع اولادي البنتين. عندي صافية عمرها 8 سنوات وماكنزي عمرها 4 سنوات. بقوم 6:30 صباحا، بصلي الصبح الاول، بصحي البنات، نكون جاهزين للمدرسة. إلسا كان أوفر لمراتي، يعني عرض، جالها عرض كويس، فاتناقشنا أنا وزوجتي على الأوبشن اللي ممكن نقدر نعمله. قلت مش مشكلة، هقعد مع البنات لحد ما يستقر الوضع وبعد كده نشوف إيه هنعمل. أنا وزوجتي ده قرار ما بيني وبين زوجتي، ده حاجة تانية. بس الأهل يعني شوية ما تقبلوش الوضع، يعني ما قبلوش إن أنا يعني إزاي أنت راجل وتقعد في البيت ومراتك اللي تشتغل. نسوان كانوا مبسوطين، يعني أنت تحس بقى بينا، أنت بنعمل إيه في البيت وبنودي إيه، وأنا كل الاحترام والتقدير لكل أم بصراحة. يعني ما فيش وقت فراغ، العزلة لو هم بعاد عني، لو مسافرين عزلة وقت فاضي، انما ما فيش وقت. ست بتقول انا خلاص مش هشتغل تضحية خلاص عشان بناتي وبتاع، بس بتبقى عاملاها ان الموضوع صعب جدا يعني، وان هي ضحت عشان بناتها انها قعدت في البيت ما اشتغلتش. يعني انا بضحي انا كمان وقعد مع البنات في البيت، بس انا مبسوط. هو ما بين، هو المفروض تعاون ما بيننا وبين بعض، احنا اسره يعني. الرسول عليه الصلاه والسلام كان في تفاهم مع زوجاته، يعني الموضوع انت وزوجتك العلاقه ما بينكم تبقى يكون ميزان متوازن تمشي الحياه. اوقات انا بقى في يعني مثلا لما اكون انا عايز اقضي يوم بره لوحدي مسميه مان ديت، يعني اطلع بقى لوحدي، انت اقعدي مع الاولاد وانا اطلع بقى. ما تطلعيش بره الشارع. لا بره الشارع هتروحي فين؟ انا بحب اكتب يعني قصص قصيره، فانا عامل زي ملازم او بيبرز كاتب فيها نوتس، بفتكر زي ميموري. انا وبنات رحنا النهارده المول، رحنا النهارده مكان، فبكتب ذكريات حصلت. اكيد انا مدرس، فانا التدريس اللي بطبقه بره بطبقه على اولادي. في عشان ياكلوا تقولي لهم هنروح تشيكي مانكي النهارده، هنروح سويمنج، هنروح اي مكان تكي، بس في الويكند يعني. طول الاسبوع لازم يعملوا الاسبوع كله الويكند. بابا بابا. نعم. تشيكي مونكي؟ طب روحي كلي هناك واقعدي هناك لغاية لما نخلص، اوكي؟ I want to chicken monkey. Later. Sorry.